اول حاجه انا فاش غنيت في البرايم عرفت راسي انني يعني ما غنيتش مزيان، ولكن الاساتذه قالوا لي انني الا غنيت في الايفال وعطيت ايفال مزيان غادي يعني دونك نقدر ما نطلعش نوميني. فوالا ملي جا هذه شراره اكيد عرفت بانني غنقدر نطلع نوميني، ولكن ملي قدمت الايفال حسيت براسي قدمته مزيان فكان عندي شك، ولكن اليوم تاكدت عادي سي با غاف ولا شي تحكت شايف. كان لا بلاكس عصبت شويه، انا طبيعتي هكا وحده معصبه دونك يعني خرجت العصب ديالي في الحيط حسن ما نخرجو بشي حد. انا شخصيه كنت عصب بزاف الحمد لله مني جيت على ستار اكاديمي اكيد خفت شويه، ولكن اليوم حسيت بحال بدات كترجع. المهم اليوم تعصبت وضربت يدي ولكن فوالا عادي سي با غاف. يعني اكثر حاجه عصبتني انني طلعت مع اكثر ناس يعني عزاز عليا واكثر ناس الوجود ديالهم غياثر الى خرجوا من الاكاديمي، هادشي اللي خلاني تعصبت. اما كوني انني نخرج انا من ستار اكاديمي او ما نخرجش فهادشي ما كيعنيش ان الحلم ديالي وقف، بالعكس كيعني انني بالعكس بديت خطوه جديده في حياتي، فهادشي ما غياثرش عليا انا انما خفتو ياثر على علاقتي ما بين مابيل وعلي. انا كنحس بلي انا اللي غنخرج من ستار اكاديمي، ماشي ما تيقاش في راسي ولكن كنظن انني تعطاتني فرصه وحاولت انني نكون قدها ولكن ما قدرتش، فيمكن يمكن مابيل وعلي كيستحقوا انهم تعطاهم فرصه اخرى. هما علي ومابيل كي يعني كيبغيوهم الجمهور بزاف اكيد، ولكن اللي متوقع اكثر انه يمكن عالي ولدي نسبه التصويت ما بعرف، بس انه يعني انا تعطاتني فرصه وكنتمنى ان واحد اخر يستحق انه تعطى فرصه، بس حابه انه ضرني اكثر وقت معهم يعني نبقى معهم بزاف، حيت الصراحه واخا كنقول بلي ستار اكاديمي وانا تعصبتها ولكن صراحه احسن ايام حياتنا كندوزوها مع بعضياتنا مع صحابي اكيد كنضحكوا يعني كنشاركوا بعضياتنا اللي فرح اللي كيحزن كنوقفوا معاه، يعني كنحسوا باننا عائله واحده طلعنا مني يعني ما عرفتش اش غيدير ليا. اخر مره اصلي فيكتور شعري يعني قصرو، فدابا ما عرفتش شنو غيقدر يدير فيه حيت اصلا قصار يعني دونك راح يحلقوا كله هالمره. كنبغي نشكر الفنانه دنيا باطمه اللي هي ساندتني وعطتني يعني عطتني قوه انني نزيد نحس براسي انها مزيانه، هي والفنانه سلمى رشيد واكيد ابتسام تسكت، لان من غير انني يعني في نفس الميدان ديالهم وانا من الفانز ديالهم كنحماق عليهم بزاف، وان شاء الله يا رب الى بقيت في ستاغا كنعطي احسن واحسن. وحاتم عمور حتى هو من الفنانه العزيزه ليا، وفاش قريت الكومونتير ديالو على تويتر يعني فرحت بان فنانه مغاربه كيدعمونا، عرفت بلي مستواي الحمد لله زوين لان فنانة بحال هادو اكيد غيدعموا الناس اللي هما عندهم جوني ماخ. يا انا كرهت ومليت طال عذابي في هاد الغيبه، انا تمنيت اللي هبط لبلادي يوصل سلامي معاه وجوني ماخ. يا انا كرهت ومليت طال عذابي في هاد الغيبه. كنقول كاع لي فانز ديالي اللي كيتيقوا فيا وكيبغيوني صوتوا لي على رقم 3 كنبغيكم بزاف.